استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه في قصر صخير مساء هذا اليوم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والأمين العام وأعضاء مجلس الأمناء، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلا الله عز وجل أن يعيده على جلالتي وعلى أهل البحرين جميعا بوافر الصحة والسعادة والخير. وقد بادلهم جلالته التهاني بمناسبة هذا الشهر الفضيل، ورحب جلالة الملك المفدى الجميع وأشاد بجهودهم التي يبذلها رئيس أعضاء المركز في خدمة وطنهم، وأثنى على مساعيهم وجهودهم الخيرة لدعم رسالة المركز الإنسانية وأهدافه النبيلة والتي تندرج ضمن موقف البحرين الراسخ تجاه حماية الحريات الدينية واحترام التنوع الفكري والثقافي، مؤكدا دعمه ومساندته لكل مبادرات المركز وبرامجه الحالية والمستقبلية. خلال اللقاء أشاد جلالة الملك المفدى بفعالية هذه البحرين التي أقيمت في المملكة المتحدة الصديقة وعكست الصورة المشرفة للبحرين وبما يجمع أهلها بمختلف دياناتهم ومذاهبهم في مجتمع متحاب مترابط. وقال جلالته إن هذا الشيء هو مبعث السرور والفخر لنا على ما تنعم به البحرين من سلام ومحبة منذ عقود طويلة. كما أكد جلالة الملك المفدى أن المهام التي يطلع بها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي تأتي في إطار الدور الرائد التي تميزت به مملكة البحرين عبر تاريخها العريق في نشر قيم التعايش والتسامح وسعيها الدائم لمد جسور التواصل وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والأديان، متمنيا جلالته لرئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز كل التوفيق والنجاح في أداء رسالته السامية. من جانبه أعرب سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عن خالص الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على توجيهاته السديدة في كل ما يخص عمل المركز، مثملا دعم جلالته المتواصل لأنشطة المركز وفعالياته التي يسعى من خلالها لتحقيق جميع الأهداف المنشودة.